في أغلب أفلام حسن الإمام هتلاقي عنده اسم كده يحب حريص عليه قوي، نعمت. فاتن حمامة هتلاقي نعمت كتير قوي في أفلامه، تلاقي اسم نعمت دي اسم مصري قوي. أنا طبعا مش هقول إيه السبب يعني، لكن حسن الإمام الله يرحمه المخرج المصري الكبير كان دايما البطلة في أفلامه أو في الغالب أفلامه تلاقي اسمها نعمت، اسم مصري قوي. في ست مصرية اسمها نعمت شفيق أو نعمت حاجة كده، المهم يعني بيلقبوها في الخارج باسم تاني يعني. الست دي عندها جنسيتين، بريطانية وأمريكية، وشغلت مناصب دولية كبيرة منها نائب محافظ في بنك في إنجلترا، وعضو بنك برضو في إنجلترا في لجنة السياسات النقدية، وكانت كمان نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، من مناصب ضخمة جدا اهي، والسكرتير الدائم للمملكة المتحدة، وحاجة بقى وزارة التنمية الدولية. الست دي دلوقتي بقت عبال أمالتك، خلي بالك ركز مع الفكرة، بقت رئيسة جامعة كولومبيا في نيويورك بعد 6 سنين كانت بتقود فيهم كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية. حضرات السادة اسمحوا لي أعرفكم على مدام نعمت شفيق. نعمت دي ولا مش نعمت؟ نعمت خالص أهي، صح؟ أهي نعمت جدا كمان. حد له شوق في حاجة؟ دي نعمت ولا مش نعمت يا ولا؟ منحتها ملكة إنجلترا، لا لا هات الكلمتين دول حلوين قوي، منحتها ملكة إنجلترا إيه بقى؟ العضوية الدائمة في مجلس اللوردات البريطاني، وعليها حازت على لقب بارونة. شغلت منصب الرئيس التنفيذي لكل من البنك المركزي الإنجليزي بانك أوف إنجلاند وصندوق النقد الدولي، تولت أيضا مناصب نائب البنك الدولي، وكانت الأصغر سنا وسط من شغلوا هذا المنصب. كانت في الوقت ما كتبوا الكلام ده ماسكة كلية الاقتصاد اللندنية المشهورة. الست دي بقى دلوقتي تولت رئاسة جامعة كولومبيا. ايه بقى اللي جاب الست دي؟ اقول لحضرتك، الست دي بقى لها كام يوم حديث العالم كله وحديث السوشيال بكل منصاته بيتكلموا عنها. عملت ايه نعمت؟ مش فاتن حمامة دي نعمت بجد، بس يا ريتها عملت حاجة حلوة. يا اخي المصري ده غريب قوي، التربية هي هي، بتنضح بتطلع، ناس اتربت على الضرب بالجزم، حتى لو وديته في حتة حلوة هيطلع جزمة برضو. طب نعمة مالها ومال القصة دي؟ ما انا جايلك طول بالك. الست دي حديث الناس دلوقتي، عملت ايه نعمت؟ شوف انت ايش بقى لما يبقى معاك جنسية بريطانية بس، النبي ايه وتفوت في اي دولة؟ شوف بقى لو ادوك جنسية امريكاني كمان، وشوف مناصب عاملة ازاي. وبارونة عملت عاملة سودة بعيد عنك، خلتها تدخل التاريخ تقريبا من باب مش حلو. الست نعمت دي اسكندرانية بالمناسبة، في وسط الاحتجاجات اللي مالية العالم كلها ضد العدوان الاسرائيلي على غزة والمجازر اللي بتعملها اسرائيل وقتلت فيها واصابت اكتر من 100,000 فلسطيني اطفال وستات، في وسط الاحتجاجات دي اللي اغلب الجامعات الامريكيه ومنها جامعات عريقه زي هارفارد وبنسلفانيا، طلاب جامعه كولومبيا اللي هي رئيستها اعلنوا تضامنهم مع فلسطين ورفضهم للحرب في غزه، وعملوا مظاهرات في الجامعه اللي هي دي.
هسألك سؤال وترد عليه وانت قاعد مكانك، سواء كنت في قطر او كنت في المغرب. من قطر، من الكويت، من سلطنة عمان لحد المغرب، من اليمن لحد المغرب، لو انت مسؤول عربي والشباب عندك عملوا زيطة زي دي، هتعمل ايه؟ هتنزل تشخط فيهم، تقول لهم كل واحد يلعب تحت بيته. طب لو انت مصري بقى، مش عماني ولا يمني ولا ليبي ولا سوداني، هتعمل ايه؟ هتجيب لهم البوليس. ده اللي عملته بقى نعمت. تخيل، اه والله، نعمت نزلت صرخت فيهم وقالت لهم يا ولاد يا ولاد، المهم الكلام ده، الجامعه دي محترمه ولا يمكن ان اسمح بهذه المهازل. طب ايه يا مدام نعمت، ما تخلي الناس تفك عن نفسها، دي فلسطين وبتاع، وانت اسكندرانيه بلد المرسى ابو العباس، وتربيتي واتولدتي في اسكندريه، افتكري اي حاجه. راحت سمحت للشرطه بتاعت نيويورك انها تدخل الحرم الجامعي وتفض المظاهرات الطلابيه. مش بس كده، ده سمحت لهم كمان انها تقبض على عدد من الطلبه. عزيزي المشاهد، طبعا ده بالنسبه لك كمصري وكعربي عادي، لان انت الشرطه في الجامعه هي جزء من هيكل الجامعه. بس الكلام ده بقى في الجامعات بره كلام صادم جدا. شوف كده الفيديو ده بتاع الشرطه بتعتقل طلاب جامعه كولومبيا. الحقيقه انه الاخبار بتقول انه تم اعتقال حوالي 100 طالب وطالبه من الحرم الجامعي. ده الاخبار بتقول كده، وبتقول ان ده تم بناء على طلب من الست نعمت، نعمت مينوش شفيق. الخبر بيقول كده، انا ماليش علاقه. النشره، اعتقال اكثر من 100 طالب في جامعه كولومبيا بناء على طلب رئيستها مصريه الاصل. ما ليه بيه؟ احنا بنهزر؟ دي تربيه بيه؟ الشقه في التربيه ده من العهد الناصري لحد دلوقتي. ما هي نعمت دي ما تجيبش 60 سنه. يعني نعمت اتولدت وعاشت وتربت في كنف النظام العسكري. ما حضرتش فاروق نعمت. نعمت دي كبيره، هتلاقي مواليد 70. سيبك منها، ست كبيره باينه كده انها كبيره شويه، بس العلم نضح عليها. شوف نعمت دي بقت بارونه ورئيسه ايه وخدت مناصب ايه. لكن احنا عندنا، احنا رضعنا في دمنا الطغيان والعسكر والحاجات دي. الحقيقه طبقا للاخبار، فالجريمه اللي عملتها نعمت شفيق الاسكندرانيه بانها سمحت للشرطه بدخول الحرم الجامعي واعتقال الطلاب ومنعهم من التعبير عن ارائهم، فتح عليها باب هجوم كبير جدا في السوشيال. وعدد من النشطاء اتهمها بالانتهازيه وانها عايزه تحافظ على منصبها بدل ما يحصل وتستقيل زي ما حصل مع رئيسة جامعة هارفارد وبنسلفانيا. وده اللي كتبه الإعلامي الكبير الأستاذ حافظ المرازي، اللي كتب تعامل ادي حافظ المرازي اهو، نعمة شفيق مع احتجاجات طلاب المؤيدين للحق الفلسطيني وضد ما تفعله إسرائيل في غزة، كشف الجانب الانتهازي أو البراجماتي لنجاحها الوظيفي في الوقوف مع الأقوى وصاحب المصلحة وليس بالضرورة مع المبدأ والحق. فبينما وقفت رئيستا جامعتي هارفارد وبنسلفانيا مع حق الطلاب في التظاهر واحترام الحرية الأكاديمية لأساتذتها، مما عجل بدفع السيدتين الاستقالة بضغوط الممولين والسياسيين من أنصار إسرائيل، بادرت شفيق بالاستعانة بالشرطة ضد الطلاب المتظاهرين. الست نعمت حقيقة يعني نقحت عليها التربية العسكرية المصرية، رغم انها سابتها وهي طفلة صغيرة وعملت نفس ممارسات رؤساء الجامعات في مصر في قمع الطلاب. وده اللي قاله الدكتور مراد علي، اللي قال الحقيقة ان رئيسة جامعة كولومبيا في نيويورك المصرية الاصل مينوش شفيق استدعت ممارسات رؤساء الجامعات المصرية وطلبت الشرطة لدخول الجامعة الامريكية العريقة لمنع فاعلية لمساندة غزة. للأسف كتير من مصريين المهجر ما زالت عقليتهم سلطوية
ويؤيدون الدكتاتوريات والفساد. اللطيف ان الطلبه هتفوا ضدها داخل الجامعه كم بياده لحست يا شفيق اليوم، في اشاره لتأييدها للحكم العسكري في مصر. اللي عملته نعمه شفيق فعلا بيعبر عن تأييدها للدكتاتوريات العسكريه، عشان هي بتعمل نفس اللي بيعمله السيسي بالظبط لما بيقبض على مؤيدي فلسطين والمتظاهرين ضد العدوان الاسرائيلي واللي لسه محبوسين لغايه دلوقتي من شهور. وفي احزاب لحد دلوقتي بتطالب بالافراج عنهم، زي ما بيقول الخبر ده، احزاب معارضه مصريه تطالب بالافراج عن معتقلي دعم فلسطين. وبمناسبه الحبس والاعتقالات، نشطاء تداولوا وثيقة من 2019، أنا بقول تداولوا لا أقطع بصحتها، تداولوا وثيقة من 2019 لما كان ضياء رشوان نقيب الصحفيين بيبلغ قوائم لأمن الدولة عن زملائه الصحفيين، 143 صحفي بيتداولوا الوثيقة دي. هل هي حقيقة ولا لا؟ ده اللي بيتداولوه على، أو ده الوثيقة المتداولة على السوشيال ميديا. 14/8/2019، معالي السيد اللواء عادل جعفر مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني بيقول له بقى اطلع اطلع سيبك من الدباجة دي، وفي ظل إنجازات فخامة بلحة ومن هذا المنطلق الجعري يشرفني ويسعدني أنا أبعث إلى معاليكم بقائمة أولية تشمل عدد 143 صحفي من المقيدين بجداول النقابة ويفتقدون لأبسط معايير المهنية والأخلاقية والموضوعية في تناول الموضوعات المتعلقة بالشأن المصري بشكل خاص والعربي على وجه العموم، وتحوم حولهم الشبهات من حيث مصادر تمويلهم وتنفيذ أجندات بعض الدول التي تسعى للإضرار بالأمن القومي المصري، مرسل إلى معاليكم للتفضل بالاطلاع. ضياء رشوان، مرفقات قائمة تحتوي على عدد 143 صحفي شاملة جميع البيانات. الصحفيين بيتداولوا حضرات في مصر الورقة دي، نقيب الصحفيين وقتها بيبلغ الأمن الوطني إذا كانت صحيحة الصحيفة أو الصفحة دي يعني أو الرسالة دي، وأنا مضطر أقول إذا كانت حماية لنفسي بس، إنما في ناس بتأكد إنها حقيقية. في ناس بيبلغ عن 143 صحفي. عرفت ليه ضياء رشوان بقى لو دي صحيحة رئيس الهيئة العامة للسلامات؟ عرفت ليه ضياء رشوان بقى ماسك الحوار الوطني؟ هو ده. أنا اتقالت لي من الأمن الوطني في مصر لما كنت مدير قصر ثقافة وجيت استقيل، ضابط الأمن الوطني قال لي كده، قال لي إحنا اللي جبناك وإحنا اللي نمشيك، ما تمشيش من نفسك، ومشيت من نفسي واستقلت. مستغرب ليه بقى من اللي عملته نعمة شفيق؟ ما هي بنت الأنظمة دي. إنما زي ما كان في هجوم كبير وكاسح ضدها، كان في ناس بتبرر موقفها وبتعتبر إنها أدت واجبها المطلوب منها كرئيسة للجامعة، زي ما كتب الخبير السابق في بريطانيا أحمد لطفي، بيقول أهو، بيقول لا يمكن النظر إلى ما قامت به شفيق إلا في إطار وحدود مسؤوليتها كرئيسة للجامعة، يعني لا هو تأييد لإسرائيل ولا الفلسطينيين، وبصفتها رئيسة لواحدة من أفضل وأعرق جامعات العالم تقول إن شفيق إنها تخشى أن تنشر ثقافة خنق النقاش القائم على حرية الفكر والذي يثري حياة الطلاب، وتقول أيضا أن هدف الجامعة هو مواجهة التحديات الفكرية ومواجهة الاختلاف، وهي تدعو لحرية التعبير في إطار قانوني. شوف، وده برضو وقع في بريطانيا. يعني حضرات زيطة يا بيه. الكارثة الأكبر أن الست نعمت لما تم استدعائها للحضور جلسة في الكونجرس الأمريكي حوالين اللي حصل في الجامعة، كانت إجابتها غريبة جدا. خلينا نشوف كده كيف أجابت السيدة نعمت أو الدكتور نعمت أو البارونة نعمت عن نائبة الكونغرس إلهان عمر. اسمع كده. I wanted to get a clarification earlier. One of my colleagues asked you, have you seen anti-Muslim protests on campus? I have seen, we have had pro-Israeli demonstrations on campus. No. But just not, a protest that was not, against Muslims. No, I have you seen one against Arabs? No, I have not. Have you seen one against Palestinians? No, I have not. Have you seen against one against Jewish people? Have you seen a protest saying we are against Jewish people?
No, I have seen. Okay, thank you for that clarification. There has been a rise in targeting and harassment against anti-war protesters, because it's been pro-war and anti-war protesters is what it seems like, correct? Correct. There has been. Okay, thank you. Activists on campus, including Jewish students, Black and Brown, Arab and Muslim students. How many of the organizations that were canceled in Colombia involved Jewish students? One of the organizations is called Jewish Voices for Peace. Yes, and encompassed of Jewish students? Yes. Okay, thank you. There was there's been a recent attack on the democratic rights of students across the country. I was appalled to learn that in April, Colombia suspended and evicted 6 students for their involvement in the pro-Palestinian panel event on campus. البارونة أنا بس بسأل البارونة لو دي مظاهرة للجماعة اللي هم الجيز. هل كانت تملك أو تجرؤ أنها تجيب لهم البوليس؟ لو دي مظاهرة للجماعة ترانس اللي هم عابري الجسد يعني اللي بيتحولوا ستات ورجالة والحاجات دي، هل كانت تجرؤ الدكتورة شفيق أنها تجيب لهم البوليس؟ لو دي مظاهرة مؤيدة لليهود ولضرب غزة والحاجات دي، هل كانت تجرؤ الدكتورة شفيق أنها تجيب لهم البوليس؟ مستحيل. نشطاء استدعوا إجابات رئيسة جامعة هارفرد العريقة ورئيسة جامعة بنسلفانيا في الكونجرس برضو، وإجابات نعمة شفيق رئيسة جامعة كولومبيا، وقالوا شوفوا الفرق بين الاثنين. خلينا نشوف الفيديو ده كده. At MIT, does calling for the genocide of Jews violate MIT's code of conduct or rules regarding bullying and harassment? Yes or no? If targeted at individuals, not making public statements. Yes or no? Calling for the genocide of Jews does not constitute bullying and harassment? I have not heard calling for the genocide for Jews on our campus. But you've heard chants for Intifada. I've heard chants, which can be anti-Semitic depending on the context, when calling for the elimination of the Jewish people. So those would not be according to the MIT's code of conduct or rules? That would be investigated as harassment if pervasive and severe. Ms. McGill, at Penn, does calling for the genocide of Jews violate Penn's rules or code of conduct? Yes or no? If the speech turns into conduct, it can be harassment. Yes. I am asking specifically calling for the genocide of Jews. Does that constitute bullying or harassment? If it is directed and severe or pervasive, it is harassment. So the answer is yes. Does calling for the genocide of Jews violate Harvard's rules of bullying and harassment? Yes or no? Anti-Semitic rhetoric. When it and is it anti-Semitic rhetoric? Anti-Semitic rhetoric when it crosses into conduct that amounts to bullying, harassment, intimidation, that is actionable conduct, and we do take action. So the answer is yes, that calling for the genocide of Jews violates Harvard code of conduct, correct? Again, it depends on the context. It does not depend on the context. The answer is yes, and this is why you should resign. These are unacceptable answers across the board. كان عهدا قطعه الله مع نبيه إبراهيم، وكان هذا العهد واضحا جدا، وهو إنك إن باركت إسرائيل فسأباركك، وإذا لعنت إسرائيل فسألعنك. وبعد ذلك في العهد الجديد قال وتأكد أن كل الأمم ستبارك من خلالك. إذن لم تسمعي عن ذلك؟ سمعت ذلك وأنت شرحتها الآن. نعم سمعته. نعم يبدو أنه واضح. هل تعتقدين أن هذه مشكلة حقيقية وكبيرة؟ بمعنى هل تريدين لجامعة كولومبيا أن يلعنها الله؟ بالطبع لا، بالطبع لا. هذا شيء جيد. الفرق طبعا أن مينوش بتحافظ على مكانها، بينما رئيسة جامعة هارفرد ورئيسة جامعة بنسلفانيا حافظوا على كرامتهم وسمعتهم وشرفهم المهني، وحافظوا على الحريات المكفولة للطلاب. رئيسة جامعة بنسلفانيا ورئيسة جامعة هارفرد عارفين إن هم مش بيتحكموا دلوقتي، التاريخ هيحكم عليهم. وده الفرق بين المثقف اللي باصص للتاريخ والمثقف اللي باصص لمنصبه. التاريخ في الحقيقة بهدل ناس كتير جداً، منهم كانت
اللي بتمر ذكرى 300 سنة تقريبا على ميلاده وللعالم هيحتفل بيه. الفقر والمجاعة اللي شافها كارل ماركس كانت رهيبة. أكتر رجل في الدنيا كتب عن الفلوس والمال، وأكتر رجل في الدنيا عانى من الفقر. ألمانيا بتحتفل بيه سنويا. ألمانيا يا حضرات هتحتفل بكانت، وبيحتفلوا بجاليليو اللي وقف قدام العالم كلهم وقال لهم إن الأرض كروية. التاريخ والناس المثقفة بتبص عن التاريخ هو اللي حاكمها. رئيسة هارفرد ورئيسة جامعة بنسلفانيا ما بصوش على المنصب، بصوا إن دي فترة بتمر في أمريكا زي المكارثية كده في الخمسينات والستينات، لما كانوا بيحاكموا أي حد له علاقة بالشيوعية واتهموا فيها آلاف ورفضوا آلاف من الجامعات. لكن بعد كده الدنيا كلها عرفت إن دي كانت محاكمة هزلية. ده اللي بيحصل دلوقتي، إن الممولين اللي بيمولوا الجامعات دول يهود ومؤيدين لإسرائيل، لأن في اليهود ناس ضد إسرائيل، يعني مش الديانة اليهودية. عشان كده رئيستين جامعة بنسلفانيا وهارفرد مش بصين المنصب، بصين لبكرة لما الغمة دي تروح هيتكتب عننا إيه. إنما نعمة بصة للي بيدفع، للي جابها رئيسة، للي عملها بارونة. حضرات نعمة شفيق ضحت بده كله عشان تفضل في منصبها، زي ما قالت صحيفة النيويورك تايمز. رئيسة جامعة كولومبيا المصرية الأصل نعمة نجت بجلدها وضحت بالحرية الأكاديمية. الست بصت لدلوقتي، فرق كبير قوي يا حضرات. وده المثقف، المثقف الحقيقي رئيسة جامعة هارفرد، المثقف الحقيقي هي رئيسة جامعة بنسلفانيا. إنما الموظف هي نعمة، ونضح الأصل المصري، وبانت التربية العسكرية الحقيقية. حتى لو بقت بارونة، اللي فيه فيه، الخنزير يفضل خنزير لو ربيته في قصر.